مجددا من داخل مدينة الحسكة وتحديدا في المنطقة القريبة من سجن الصناعة في حي غويران. نحن الآن لا نبعد كثيرا عن مناطق تواجد خلايا تنظيم داعش، نبعد فقط حوالي 50 مترا من مناطق تواجدهم، وهذه هي خطوط التماس ما بين قوات سوريا الديمقراطية وخلايا تنظيم داعش. نسمع الآن استمرارية الاشتباكات واستمرارية قوات سوريا الديمقراطية في تمشيط المنطقة. هناك استنفار أمني هنا تحديدا، دعني أظهر لكم مشاهد عن قرب. هذه هي مناطق تواجد خلايا تنظيم داعش. نشاهد ايضا تحليق لطائرات الهليكوبتر، طائرات التحالف الدولي. نشاهد الان استمرار الاشتباك. من مسافة بعيدة نشاهد سجن غويران، سجن الصناعة. نشاهد الآن استهداف لتحرك خلايا تنظيم داعش.